الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والعقم طب القصر العيني، استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، زميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية. أهلا بكم. الضعف الجنسي له أسباب كتيرة يا جماعة، ولازم نربط بين الضعف الجنسي وبين الأمراض. يعني من ضمن الأسباب المشهورة للضعف الجنسي السكر، لأن السكر بيؤدي إلى مشاكل للضعف الجنسي بثلاث ميكانيزمات مشهورة جدا. يعني بيأثر على الأوعية الدموية فاسكولوباثي، وبيأثر على الأعصاب نيوروباثي، وبيأثر على الحالة النفسية. المريض السكر نفسه بيبقى عنده اعتقاد أنه ممكن يجي له ضعف جنسي، فسايكوجينيك كمان، أعصاب شرايين ونفسية. الضغط، الضغط يأثر على الضعف، بيعمل ضغط في جنسي، وأدوية الضغط بعضها بيؤثر وبيعمل ضعف جنسي. القرحة المعدة أدويتها بتعمل مشاكل، القديمة الجديدة الليس اكستند شوية. الاكتئاب بعض أدويته بتعمل، ارتفاع البرولاكتين بيؤثر وبيعمل ضعف جنسي. مشاكل الغدة الدرقية من ضمنها الدي اس، المرض المشهور جدا دلوقتي، تصلب المتناسة، ده من أول أعراضه الضعف الجنسي. الضعف الجنسي ممكن يحصل نتيجة حالة نفسية، اعتقاد الإنسان أنه مذنب فيحصل له ضعف جنسي، في حالات العلاقات الغير قانونية خارج نطاق الزواج، أو ما يسمى بغلبة إحساس الأمومة أو حالة إحساس الأبوة، فبيؤدي إلى مشاكل. يعني يحس أنه البنت دي اللي هو متجوزها قريبة بالشبه من بنته اللي توفت مثلا، فيحصل له ضعف جنسي. أو شوف غلبة الأمومة، أن الأم مسيطرة عليه فخايف من أمه، زي ما اتعمل في فيلم نور الشريف بالشكل ده، عمله كويس جدا، عنده ميول دايما لكل حد شبه مامته، فحصل حالة نفسية. لكن الحاجات العضوية حدث ولا حرج، جلطات، في أمراض إحداث جلطة في الجسم أو عندها فرصة جلطة في الجسم، حالة اسمها ليريش سندروم، حالة ليريش جلطة بتيجي في الشريان المتفرع أو انقسام الشرايين فتؤدي إلى ضعف جنسي. هذا أمر مهم جدا، الضعف الجنسي موضوع في منتهى الأهمية. النهاردة هنتكلم عنه بالتفصيل، وهنتكلم على شكل علاجي مهم فيه بالتفصيل في حلقة مهمة جدا مع ضيفي العزيز، اسمه متميز وأداء علمي متميز للغاية، الأستاذ الدكتور أحمد عادل. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا يا دكتور أيمن. عايز أتكلم على الضعف الجنسي في الأساليب العلاجية وبرضه في تشخيص. إحنا دايما بنقول جملة وأنا بأصر دايما يذكرها، الضعف الجنسي مرض له حل. يمكن في ناس كتيرة جدا نتيجة زي ما اتكلمنا في حلقات سابقة، نتيجة انها جربت المنشط مرة واثنين وثلاثة بدون استشارة طبيب، ومع الوقت ابتدى يفقد الفعالية بتاعته، وبتفتكر ان دي نقطة النهاية وان كده خلاص الموضوع انتهى، وبالتالي خلاص انا اسلم امري بقى كده وانا مفيش اي طريقة تانية. لا، النقطة اللي دايما بنأكد عليها، الضعف الجنسي مرض له حل، واللي خلاه لي حل تعدد وسائل علاجه. ويمكن احنا عندنا ثلاث طرق رئيسية لعلاج الضعف الجنسي، تبدأ بالعلاج الدوائي. والغلطة الكبرى انه ساعات المريض بيفتكر ان العلاج الدوائي هو مجرد انه ياخد حباية عند اللزوم، ودي اكبر غلطة، ده مش العلاج الدوائي المقصود ابدا. خطوة التانية، ويمكن ده موضوع حلقتنا النهاردة، هو الحقن الموضعي اللي بسميه العلاج القديم الجديد. واخيرا التدخلات الجراحية اللي هي زرع الدعامات اللي خلته مرض له حل فعلا. ده كله هيكون مبني زي ما حضرتك ذكرت على تشخيص، وهي دي الخطوة الأهم في الشغلانة بتاعتنا، مش أني أكتب روشتة، مش أني أقول له خد حقنة، ومش أني أعمله عملية. قبل ما ألجأ لأي حاجة من الحاجات دي، أنا مفروض أبقى أنا والمريض متفقين أن إحنا قدام وضعية معينة، درجة من درجات الضعف اللي قد تستوجب علاج دوائي فقط، أو لا حقن موضعي، أو تدخلات جراحية. فيبقى أن التشخيص هو الأهم. النهاردة إحنا خلي بالكم أنه الحلقات يعني كل حلقة جزء معين، يعني هنتكلم النهارده عن الحقن الموضعي. ما هو المقصود بالحقن الموضعي؟ أين موقعه من خريطة العلاج؟ السؤال ده في منتهى الأهمية. الحقن الموضعي ببساطة هو إن أنا بحقن مباشرة جوه العضو الذكري مواد منشطة بتساعد على تدفق الدم جواه، لأن إحنا زي ما إحنا عارفين الانتصاب ده عبارة عن وضعية ضخ دم. فبالتالي الأدوية دي لما بتحقن مباشرة بداخل القضيب بتساعد على ضخ دم بشكل قوي ومباشر، يساعد على إتمام العملية الجنسية. الحقن الموضعي موقعه من علاجات الضعف الجنسي أنا بسميه القديم والجديد. ليه قديم وجديد؟ قبل عصر ظهور المنشطات الجنسية اللي بأواخر التسعينات، كانت هو ده العلاج الوحيد للضعف الجنسي الغير جراحي، لأن الجراحة طبعا زرع الدعامات.
فبالتالي كان هو العلاج الوحيد. مع ظهور المنشطات تراجع دوره، لانه طبعا بقى اسهل بكتير انك تاخد حبايه انك تاخد حقنه. لكن لان احنا زي ما ذكرنا قبل كده عايشين حاليا في عصر بنسميه era of the poor responders، انه الناس فقدت التاثير بتاع المنشطات الجنسيه معاها، فرجعنا تاني لموضوع الحقن الموضعي. وللاسف الشديد، ويمكن ده ممكن نذكره بعد شويه، انه اتظلم. جمله شهيره جدا بنسمعها من المرضى اول ما يذكر الحقن الموضعي: بلاش يا دكتور لو سمحت، انا سمعت انه بيعمل تليف. بلاش يا دكتور لو سمحت، مش معقول هدي نفسي حقن وشكشك روحي والكلام ده كله. وده يمكن راجع ان الناس محدش وضح لها بشكل كبير تكنيك الحقن، المواد دي بتستخدم ازاي، وازاي ملهاش اي اثار جانبيه ولو فيه في اضيق الحدود. يبقى السؤال التقليدي: التقنيه والاستخدام. تكنيك الحقن هو تكنيك بسيط جدا، يمكن احنا معانا صور هنشوفها دلوقتي لتكنيك الحقن. هو حقنه انسولين، ويمكن مرضى السكر كلهم، لانهم مرضى في الاغلب بيعانوا فتره من فترات من وجود ضعف جنسي زي ما حضرتك ذكرت في مقدمه الحلقه، عارفين انه حقنه الانسولين دي حقنه بسيطه جدا، سن ما هوش كبير خالص. الصور يمكن معانا اهي، بتحقن مباشره. انا دايما بقول للمريض مش محتاج انك تكون بتعرف تدي حقن، مش محتاج انك تخش في وريد معين او شريان معين او ده في جسم القضيب مباشره، حاجه بتتعلمها في دقيقه وفي منتهى السهوله وفي منتهى اليسر، ومفيش منها اي خطوره. فكتكنيك حقن مفيش فيه مشكله، بياخد دقيقه وبنعلم المريض، والامر بعد كده في منتهى السهوله. يمكن في الاول بيكون مستغرب شويه، الفكره نفسها بتبقى غريبه شويه، لكن بعد شويه الامور بتمشي عادي، وبيبقى حاجه بيعملها بشكل دوري من غير اي مشاكل. متى نلجأ له؟ السؤال ده برضو في غايه الاهميه. متى نلجأ له؟ لو وصلنا لمرحله زي ما اتفقنا من شويه ان التشخيص هو الاهم، والتشخيص ممكن يورينا ان احنا وصلنا لمرحله الاستجابه على العلاجات الدوائيه بقت ضعيفه. اول ما هنصل لهذه النقطه هنبقى قدام حل من اتنين: يا اللجوء للحقن الموضعي، وانا بعتبره الخطوه الثانيه، او اللجوء للتدخل الجراحي. ليه ممكن اسكيب او اوقع خطوه الحقن؟ في بعض المرضى بيجوا يقولوا لي: بص يا دكتور، يعني هو جايب معايا نتيجه وكويس جدا، بس انا الفكره مش مستساغه بالنسبه لي. فده خلاص بقوله يبقى هنتجه ناحيه الحقن الموضعي، ناحيه للاسف زرع الدعامات. لكن امتى الجا للحقن؟ بمجرد ما اصل لمرحله او استنتاج نتيجه التشخيص اللي احنا عملناه المعتمد على وسائل كتير ذكرناها قبل كده، انه العلاج الدوائي فقد فعاليته مع هذا المريض، فيجب الانتقال للخطوه التاليه اللي هي الحقن الموضعي. ايه الميكانيزم بتاع الحقن؟ كل مواد الحقن اللي احنا بنتكلم عن المواد الحديثه اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي هي كلها فازودايليترز، كلها ادويه موسعات شرايين. ويمكن في نقطه مهمه جدا، ان هم نفس هذه المواد بتستخدم في الرعايات للمرضى اللي عندهم قصور في الشريان الرئوي، قصور في عضله القلب، بتحقن ليهم في الرعايات طبعا اي في يعني. لكن هي نفس الفكره، دول فازودايليترز بيوسعوا الشرايين، فبناخدها بتعديلات طبعا موديفيكيشنز وتركيبات، وبنحقنها في القضيب لتوسيع الشرايين لزياده ضخ الدم للحصول على نسب قوي. طيب هل في موانع تخليني ما احطش الحقن كاسلوب علاج يكتبه المرضى؟ طبعا. الموانع دي في جزء خاص بينها من المريض، وفي جزء خاص بالناحيه الطبيه. بالمريض ان هو مش حب الفكره، ولو ان كلهم لما بنقول لهم طب جرب كده وشوف بيرجعوا يقولوا لا فعلا ما فيش مشكله وممكن نبدا فيها. لكن في حاجات تانية، انه مثلا ان المريض ده يكون بيعاني من تليف، في مرض حضرتك طبعا تعرفه اسمه مرض بيروني. مرض بيروني ده اشهر الناس اللي بتصاب بيه مرضى السكر، والمرضى اللي عندهم نقص في مستوى هرمون الذكوره. لو المريض ده عنده تليف، انا مش هقترح عليه الحقن، مش لان الحقن بيعمل تليف، ولكن لانه هو هيبقى عنده استعداد لفايبروتيك بروسس، انه يحصل له تغيرات في نسيج القضيب. فبالتالي بالعكس انا لازم الحقه بتدخل جراحي لو كان فقد الفعاليه بتاعه الادويه المنشطه معاه، عشان قبل ما يحصل شورتنينج او قصر في حجم القضيب الحق على طول اعمل له زرع دعامه اخد فيها المقاس الاصلي للقضيب. في نقطه انا برضو كنت حابب اتكلم فيها، ودي نقطه عشان كده قلنا من شويه انه اتظلم. في بعض الاطباء للاسف بيقولوا انه الحقن ده مش موجود، يعني ده مش اوبشن مطروح. للاسف انا بشوف ان دي مشكله كبيره. احنا عندنا في الكليه بندرسه للطلبه، ده تريتمنت اوبشن، ده لازم يتم اقتراحه على المريض. انا ممكن كطبيب اكون بفضل نوعيه معينه من التدخلات، لكن ده مش معناه اني انكر اخرى. انا ممكن اقول ان انا رايي ان ده افضل، لكن ده ما ينفعش اني اخليني انكر حاجه تانية. فهو وسيله معتمده لغايه وقتنا هذا بندرسها للطلبه عندنا في الكليه، وبالتالي هو مفيش اي غبار عليه. ما احنا اتكلمنا في حلقه قبل كده على الدعامات. بالظبط. يعني احنا هذا جزء من العلاج، مش كل العلاج، خلينا نقول ان احنا بنتكلم في سيريوس، بنتكلم في السلسله.
فما تاخدش يقول لك ايه ده علاج الضعف الجنسي بالناس دي بتقول بس الحق، لا ده اوبشن علاج، ده واحد من اساليب العلاج المختلفه. في انواع طبعا في انواع، لانه مش ماده واحده ولا جرعه واحده هتجيب نتيجه مع كل المرضى. بتختلف حسب سن المريض، تختلف حسب هل عنده كوموربيديتي، عنده سكر، عنده ضغط، درجته في تظبيط الحاجات دي كانت ايه. فبالتالي لا طبعا مواد كتيره، جرعات مختلفه تحدد بناء على التشخيص. عشان كده اهم خطوه هي التشخيص. انا اللي هعرف بيه درجه الضعف ايه، فاقدر اقول للمريض حضرتك هتستفيد من الموضوع ده، من الماده دي بالجرعه دي، او محتاجين نعمل جريدنج للدوز، يعني ممكن نبدا بجرعه صغيره ونزودها بعد كده تدريجيا، كله هيكون بناء على درجه الضعف اللي موجوده. فبالتالي طبعا في انواع كتيره وجرعات مختلفه. اسعدني الحوار العلمي معاك جدا النهارده جدا، حطيت نقاط واضحه جدا، حطيت سيباريشن واضح جدا كالعاده، ورسمنا خريطه مهمه جدا لجزء تاني مهم من علاجات الضعف الجنسي. يبقى ان ده جزء من سلسله العلاج بتاع الضعف الجنسي، لانه عايزين تجمعوا الاساليب العلاجيه كلها لازم تتفرجوا على السلسله كلها، لازم تتكلموا شوفوا الحلقات مجمعه عشان ما تقولش ان بس احنا اتكلمنا النهارده على الحقن الموضعي. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد عدل، مدرس امراض الذكوره والعقم بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، وزميل الجمعيه الاوروبيه للصحه الجنسيه. نورتني في الناس الحلوه. اشكرك يا دكتور، اسعدتني بهذا الحوار. خليكوا دايما بعيد عن كل الاوهام، وخليكوا دايما معانا مع الناس الحلوه. واضح ان احنا هنتكلم على الرقبه، او هنتكلم على العظم، نتكلم على العمود الفقري، هنتكلم على مشاكل خاصة بأهم أو واحد من أهم أجزاء الجسم، العمود الفقري، الحبل الشوكي. مفيش سنة بتعدي إلا بعمل عملية أو اتنين أو تلاتة في بداية الصيف بسبب أنه نط في حتة العمق بتاعها مش كويس، اصطدمت الرأس بالصخرة، حصل كسر في الفقرات العنقية. وللأسف ده دايما بيبقوا شباب، دايما بيبقوا طلبة جامعات في مقتبل عمرهم، والنتائج ما بتبقاش لطيفة أبداً نتيجة التهور.